العتبة تمثل هذا الحد المحترم تاع الدار اللي ما يفوتوش البراني. ومن أقدم العصور الإنسان أسس عدة عادات وتقاليد مرتبطة بالعتبة، على خاطر كاين اللي يقولوا بلي العتبة مسكونة ومحمية بعساسين. كلمة عتبة عنده عدة معاني، معناها الدار، المرأة، الزوجة. وفي بعض المناطق مازال الناس يحكيوا على الدار ولا المرأة يستعملوا مصطلح العتبة المبروكة ولا العتبة المزغوبة. وكي وحدة حابة تتزوج نقدروا نقولوا عليها باغية عتبة. وفي ثقافتنا ما لازمش نطولوا بزاف في العتبة، خاصة النساء، خوفا من هضرة الجيران. وبكري كانوا يقولوا بلي ماشي مليح واحد يقعد في العتبة في بعض الأوقات، كما في الليل ولا بالجمعة ولا في الأعياد الدينية. وما كانوش كان يخليوا المرأة اللي ترضع ودراريات الصغار والعروسة الجديدة والمرضى يقعدوا عند عتبة الباب. كانوا يقولوا بكري باللي القعدة في العتبة تجيب الموت والفقر. العادة والتقاليد حول العتبة قدم بزاف. الرومان مثلا كان عندهم إله العتبة اسمه ليمونتينوس، وعلى بيها كانوا يدخلوا لدارهم غير برجلهم اليمنى، وكي تجي العروسة جديدة للدار كانوا يرفدوها باش ما تمش العتبة برجلها. في الجزائر غانا كانوا كاينين عادات من هذا النوع، وما زال كاينين حتى اليومنا هذا. في العراس كانوا جدودنا غانا يرفدوا العروسة باش ما تقيش العتبة كي تدخل دارها جديدة ولا تفوتها تحت يدين عجوزتها ولا باباها. وخطرات كانوا يدهنوا العتبة بالزيت والبيض باش الزوجان يجيبوا بزاف الدراري. العتبة غانا كانت مهمة جدا، على بها بكري الناس الحسادين ولا الغيورين كي كانوا حابين يفسدوا الزواج كانوا يجيبوا حرز عند الطالب ويدفنوه تحت عتبة العروسة الجديدة. عدة عادات وتقاليد مرتبطة بالعتبة، منها ولو الناس من الزمان الزماني يذبحوا كبش ولا معزة ولا سردوك عند عتبة الدار الجديدة باش يجلبوا الخير والدرية الصالحة، وباش كان يرديو دوك العساسين تاع الدار وديك العتبة. ومن نحكي على الزمان إن شاء الله عتبة مربوحة لكل من دخل دويرة جديدة وحياة هنية.